الفن مرآة الشعوب وروحها وطعمها، وكل بلد ومنطقة وإقليم بيكون له طابع خاص بيبان وبيظهر عليه الأمان عن طريق الفن اللي بيقدمه. وأكيد المزيكا واحدة من أشهر أنواع الفنون وأكثرهم تأثيرا وانتشارا. احنا النهاردة بقى في عسل أبيض بنشجع مصريين قرروا انهم يتحركوا من نفسهم ويقدموا للبلد اللي تربوا وكبروا في خيرها مساعدة بسيطة في مجال مهم زي تنشيط السياحة من خلال اكتر حاجة بيحبوها وبيعرفوا يعملوها، وهي الفن والمزيكا. وهي فرقة جميزة للفنون واعضائها اللي منورنا النهاردة في الاستوديو ناصر النوبي ويام شعبان. اهلا بيكم. اهلا، نرحب بيكم. انا عجبني قوي الزجل اللي انت قلته ده اللي على المزيكا. اصل انا الحته دي بتاعتي. وبعدين انت جبت سيرتي قلت حنان وبتاع. حنان طبعا. ارجوك انا عارف انك محتاج لحنان وزمان. الله الله. ومكان يستنى معك. الله الله. ذكرياتنا الجميله كلها طبعا بحبها تروح معانا في كل مكان. طيب انا عايزه اسالك عن ايه حكايه جميزه بقى وليه الاسم ده تحديدا؟ جميزه يعني المراه المصريه ايزيس. تمام. هي انا ما كنتش عارفه. ولا انا بصراحه. لان مصر على طول التاريخ كانت في مراحل الازدهار عندما كان للمراه المصريه دور فعال. يعني احنا في بلد فيها المراه حكمت مصر زي حتشبسوت. طبعا ايزيس هي بطن الاسطوره المصريه القديمه، وهي ايزيس يعني شجره الجميز. في المفهوم الشعبي بيقولوا الجميزه يعني ست التخينه. لا يعني ده المتعارف عليه. لا ده مؤخرا، لكن الجميزه زمان الست المصريه كانت رشيقه جدا من خلال التصاوير والمشاهد اللي احنا شفناها. فعلا كل الرسوم الفرعونيه بتدل على. وهذه الشجره هي التي ارتوت من دموع ايزيس بكاء على اوزيريس في الاسطوره القديمه. فخرج منها اصبحت رمز للخلود والبعث بالنسبه للمصري القديم. ففي يوم من الايام كنت في الاقصر بلدنا، ودخلت مقبره سن نجم اللي هو كبير الفنانين. فشفت كده مشهد وكانه مرسل لي. رايت في هذا المشهد اللي هو حقول اليارو. هذه الحقول هي الجنه في مخيله المصري القديم. تمام. والجنه في مخيله المصري القديم هي مصر. هذا شيء برضو جميل جدا، عجبني جدا. طبعا خد معاه ايه بقى؟ خد معاه نهر النيل في الجنه، خد معاه الطمي مصر يعني كامت ايجيبت يعني الارض السوداء او الارض ذات الطمي اللي هو كان النيل بيجيبه زمان، وخد معاه شجره الجميز، وخد معاه النخله، وخد معاه زوجته، وراح للابديه اللي هو الحلم الابدي، لانه سر حضاره مصر فكره البنى والابديه. يعني الهرم ده مثلا معمول للابد، للحياه كلها. صح. يستمر. نحن شعب كان يستطيع ان يخترع ادوات للفناء بعبقريته، ولكنه يعشق الخلود. يعشق الحياه. فالجميزه هي ايزيس، الجميزه هي مصر، وهي كمان من الحاجات اللي انا في كتاب دلوقتي يعني قريب اخلصه اسرار شجره الجميز. هي اذا كانت على الارض شجره الجميز فمدلولها السماوي كوكب السيريوس او الشعره اليمني او الشعر اليمني. هذا الكوكب عندما يظهر في مصر كل سنه يبدا الفيضان في اثيوبيا وفي اعالي حوض النيل. وكان المصريين القدماء يدعون كل الامراء والملوك عفوا في حوض النيل ودول افريقيا ليحضروا بزوغ وظهور هذا النجم ويشاركوا في هذا الاحتفال. وبهذا يعرف الجميع أن مفتاح الفيضان ومفتاح نهر النيل ليس مرتبط بالأرض، ولكنه مرتبط بالسماء. فما أعطته السماء لا يستطيع أن يمنعه. ده جميلة بتاعت موضوع كبير. ده طلعت جامدة جدا. هل الفن مهنة حضرتك الأساسية؟ والله بصي أنا أصلا مرشد سياحي، ده الشغلة بتاعتي. أسباني 17 سنة في هذا العمل. بس طبعا كنت ممول. الفكره جت الجميزه من 2003. اجيال في الجميزه وفرق كتير طلعت من الجميزه، اكثر من 500 موهبه. كنت انا الذي انفق على هذه الفرقه. بعد كده لما تضررت السياحه تمام، انا طبعا يعني الممول. طبعا فطبعا الموضوع بقى صعوبه في ناحيتين. حتى الفن اتاثر كتير قوي. او في 30 مليار طايرين لازم نرجعهم تاني. صحيح. ومصر لابد. مصر بالمناسبه العالم كله بيحلم ليل نهار يرجع مصر. بس انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ 2003
كان في احدى الحفلات وكده في النفا، اتعرفنا على بعض وبعدين تعرفت على جميزة وعضاها، ودي كانت اول سنة ليها، وبعدين دخلت فيها من 2003. بقالك كتير يعني. بس هي ثمرة الجميزة فعلا. لانه هو باين في هتلاقي اصوات كتير بس ما عندهاش احساس، وفي اصوات عندها احساس وما عندهاش دماغ، وفي اصوات عندها دماغ بس ما عندهاش صوت، وهكذا. ففكره الغنى جميزه جامعه شامله، تنويعات كتيره، تنويعات كتيره بالفعل. فانا اشتغل معايا ناس كتير واصواتهم حلوه، بس هو فكره الايمان، حد لازم يعني اللي يبقى فيه الفن ده، مش فكره ان الفنان بيشتغل علشان يبقى معاه فلوس. صحيح. انا واحد كان معايا فلوس الحمد لله اكثر من 3 مليون صرفتهم على الجميزه، على الحلم، ولكن ال 3 مليون راحوا في الجميزه يعني. بس عايز اقول لك انه ده يعني بالنسبه لي سعاده كبيره. يعني حتى اصدقائي ما دام بتقدم فن حضرتك، اصدقائي العمل وشركات سياحيه. صحيح. بعد كده كل فلوسهم برضو يعني ضاعت، يعني فكره الحياه مش لتجميع الاموال. صحيح. الحياه الفنان يكون ان يكون فنانا، وده دوره في الحياه، لانه لو الفنان عمل الوجدان بتاع الناس دي، الشعب المصري شعب عظيم، هو شعب وجدانه. انا اشتغلت في فكره الوجدان المصري والروح المصريه اللي هي شجره الجميز، من اسرار هذه الشجره اذا وقف قدامها الانسان الطيب تشف روحه. يعني انت ممكن تشوفي الكائن اللي هو الميتافيزيك، الكائن الخير، الكائن الابدي الذي لا يفنى، طريق في على الأرض. انا عاجبني قوي ان حضرتك متبحر. طيب انا في جزئيه كده عايزه اسال حضرتك فيها، بس قبل ما اسالك، لان انا حاسه ان الجيتار وفي لمحات كده اسباني، وعرفت من اصدقائنا المعدين ان حضرتك عشت فتره في اسبانيا. قبل ما نتكلم على الجزئيه دي، عايزين نسمع حاجه بقى يعني لاتن كده شويه. حاضر. حاجه اسباني. حاجه اسباني كده، حاجه لاتن كده. شكلي هتغزل فيكي على الهواء، على الملا يا ناس. شكلي هتغزل فيكي يا الملا يا ناس، تعملي الحرة. شكلي هتغزل فيكي يا الملا يا ناس، شكلي هتغزل فيكي يا الملا يا ناس، عبد الحرة. مجنونة مجنونة وتضحكي مني، مجنونة مجنونة وتضحكي مني، دمك عسل ريحتك وطن، دمك عسل ريحتك وطن، زي العسل يا ناس. الشباك وتحبها الأول، ترمي الشباك وتحبها الأول، وتاخد في الدلال الدلال، وترجع بالأمل عيل. هتغزل فيكي على الملا يا ناس، شكلي هتغزل فيكي على الملا يا ناس، تعملي الحرة. الله، حلو قوي قوي. برافو برافو قوي. جميل. ايه الصوت الحلو ده؟ مختلف خالص. لا، وانت كتاباتك ما يبانش عليكي، ما يبانش عليكي كتاباتك خالص. طيب انا هستسمحكم، بس هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. يلا هنطلع فاصل ونرجع لكم. يا ريت خلص.
رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع الاستاذ ناصر. استاذ ناصر، عايز اسالك، اسبانيا بقى اللي عشت فيها بقى تاثيرها عليك وعلى مزيكتك ايه؟ والله يا اسبانيا تاثيرها عليا قبل ما اروح اسبانيا، لانه الاندلسوس وحضاره الاندلس وشعراء وفلاسفه زي ابن طفيل وقصه حي ابن يقظان نفسها، دي كلها حاجات، وابن خلدون كل وابن رشد، كل علمائنا العظام نشأوا في هذا المكان وانتقلت حضارتهم الى العالم بعد كده، وخرجت بعد كده اوروبا بعصور النهضه بتاعتها. لكن اسبانيا والعيشه فيها شيء رائع، المدريد خصوصا، لانه مدريد انا اشتغلت طبعا في السياحه في تقييم الكواليتي كنترول في السياحه في مطار براخس اللي هو مدريد، ما فيش حاجه اسمها مطار مدريد، في مطار براخس اللي هو المطار العاصمه. فاشتغلنا في مشروع تقييم الاداء والجوده ومعرفه السائح بيصرف كام في اسبانيا. فوصلنا النتيجه انه السائح بيصرف حوالي 100 يورو في اليوم. بنتكلم في اكثر من 45 مليون سائح في السنه. السؤال بقى، ازاي السائح يصرف 100 يورو في اليوم؟ وازاي بقى اضربي بقى ال 100 يورو دول شوفي كام عدد المليارات اللي بتدخل لاسبانيا كل سنه. مدريد والحياه فيها زي القاهره زمان في العشرينات والاربعينات. بمعنى ان الناس عارفه بعض في عاصمه، يعني حضرتك لو رحت مدريد اخذتيها من الحي من داون تاون، يعني مدريد دي يعني بشكل كيرف كده لفوق. يعني قمه مدريد اللي هو معبد مصري اسمه معبد دابوت، تم اهدائه لما اسبانيا اشتركت في انقاذ معابد النوبه وابو سمبل. فهذا المعبد يعتبر قمه، فهم واضعين مصر في قمه الخريطه الاسبانيه. فمصر عاليه يعني في كل مكان. فهنا في مدريد بس في ميزه من المشي في مدريد كل يوم تلاقي، يعني انت حضرتك لو قعدتي ثلاث ايام كل مدريد تعرفك فعلا. يعني حاجات يعني كلهم مترابطين جدا، الحياه الحركه المروريه وحركه الحضاره مع الشوارع وحركه البشر، عارفين ان اللي ماشي ده سائح، وان هذا السائح له كرم الضيافه وله المعامله، وتلاقي تخشي مكان يديكي حاجه كده كادو تجربيها. انت طول ما انت ماشيه محطوطه البلد بشكل سيمفونيه. بالمناسبه مدريد كل المباني بتاعتها معظمها كوبي من اهم الاماكن في ايطاليا وفي بلجيكا وانجلترا، يعني رحت انجلترا شفت اماكن معموله بعينها في مدريد. حضرتك لفيت يعني انا شايفاك متبحر في التاريخ، متبحر في الانسانيات، في الحاجات دي كلها. بس نوع عندها سؤال كان قبل الهوا. انا كنت عايزه اسال حضرتك، ازاي حضرتك استخدمت الفن كوسيله لدعم وتنشيط السياحه؟ والله طبعا يمكن الحاجه ام الاختراع، يعني لن ادعي بطوله في ذلك، ولكن انا اعمل مرشد سياحي ومن 6 سنوات تمام فقدنا شغلنا، وفي 3 مليون وفي 30 مليار مصر محتاجاهم اليومين دول. ومصر غنيه جدا بالحضاره وبالتاريخ، والعالم كله متعطش، وارى بشكل او اخر ان هناك حصار غير معلن انه السياحه ما تجيش، يعني ما في عنف وفي ارهاب موجود في العالم كله. اشمعنى مصر الناس ما بتجيش؟ بس انت دارس الحاله السياحيه. فانا بقول لك الحاله تحتاج تضافر الجهود الشعبيه في المقام الاول، ان يدرك المصريين او الشعب المصري انهم في حاله حرب غير معلنه، هذه الحرب اقتصاديه من جانب، وعلينا ان احنا نستخدم كل طاقات المجتمع، بمعنى انه بدل ما نستدين او بدل اي احنا عندنا سياحه ممكن نجيبها. فالفن عمل ايه؟ أنا 2014 اشتركت في مهرجان الروسي لتنشيط السياحة مع أكثر من 20 فريق من أذربيجان. يعني لفيتوا محافظات مثلا؟ لا، في المنيا في الغردقة الروسي، واشتركنا وعملنا رسالة لكل دول روسيا. بعد كده مؤخرا أنا اخترعنا برنامج جديد بمساعدة، طبعا هو فنان وراجل عبقري في السياحة، وله باع المهندس رمضان حجاجي صاحب جروب فايكنج، هو وصل بالمركب بتاعته في القاهره. وبدانا يعني قلت اقترحت عليه طب ليه ما نعملش كروز الى المنيا. كلنا نجهل المنيا، المنيا تل العمارنة، اخيناتون، نفرتيتي، اجمل الاثار في مصر بعد الاقصر المنيا. فاقترحت عليه فكره وقلت له عايزين نبدا ننشط السياحه بافكار جديده، وكمان السياحه دي داخليه للمصريين. هنبدا يوم 21 ابريل هنتحرك من القاهره من معادي الى
الى المنيا لزياره اثار المنيا تر العام. يعني زيارات وفيها حفلات كمان. حفله ما احنا جميزه مع موجودين وهنعمل يعني رحلات بتتخللها الفن والموسيقى. بس الغرض برضو احنا داعين معظم الجاليات الاجنبيه اللي عايشه في مصر. تمام. يعني عندنا الجاليات موجوده، فدول هيبقوا رساله للعالم، يا عالم ان مصر امان، يا عالم تعالوا. طب يا ريت حضرتك بقى تسمعنا حاجه. في حاجه لمصر كده حلوه. ايوه. انه مهما الظروف تبقى صعبه مصر ما بيحصلهاش حاجه. دي محروسه. طبعا. زي مصر كده. بنات الحون الواد مسحون، يا بنات الحون الواد مسحون، لو على السور افرد جناحاته ويطير للنور. يا بنات مش مصدقه الصوت ده طلع منين. انت بتهزري يا يوسف وانت صغنطوطه كده وصوتك قوي كده كده وطالع منها حاجه قد كده. طيب الحمد لله مصر ولاد، ربنا يخليك. طيب ياما انا عايزه اسالك على حاجه في سريعا كده، لان احنا تقريبا بنختم فقراتنا، فيعني فاضل حاجتين انا ونهى بنتكلم فيهم. انت شايفه انه في المبادره اللي انتوا عاملينها، سواء اللي عملتوها في الغردقه او في المنيا او في الاقصر مثلا، في تفاعل، الناس بتتفاعل مع اللي انتوا بتعملوه ده، مع المزيكا، مع الحفلات، مع الرحلات، في تفاعل؟ بصي، مصريين متعطشين والعالم متعطش. يعني لما طرحنا البرنامج بتاع تل العمارنه القاهره، تل العمارنه المنيا، الاوروبيين والفرنسويين واوروبا كلها ملعب بالحضاره المصريه القديمه ويعرفوا تاريخنا جدا. بس يا للاسف هي كانت مؤخرا مش موضوعه على خريطه الثقافيه في السياحة. تمام. فكان الناس عايزين يعرفوا هذه الحضارة، هذه الحضارة اللي موجودة في تل العمارنة فيها أهم النقوش للألعاب الأولمبية التي سبقت اليونان بآلاف السنين. أهم الرسائل بتبين البروتوكول المصري بين الدول الخارجية ما بينها، وقد إيه كانت مصر مسيطرة في الوقت ده، وقد إيه كانت بتعاون الضعيف وتقوي وتعمل قوانين وتسهل سلم الموسيقى الخماسي اللي السلم الموسيقي مدون في مقابر السباعي والخماسي وموسيقى افريقيا. ده غير ان هي كمان موجود فيها اجمل طبيعه. ولين اخناتون راح من الاقصر سبع عاصمة طيبه وجه المنيا؟ هي من المنيا بالمناسبه. عشان كده وانا من الاقصر كان بقلب وعارفه التاريخ كله. ليه بقى اخناتون في السريع كده؟ اخناتون هرب من عبده، من كهنه امون، وجه يطلب التوحيد لاله الرب الواحد وهو عباده الشمس الامونيه، وهي كان هيديلهم المعبد هناك في الاقصر.
اخي تاتون اختارها لان هي من الجنوب، من الشرق والجنوب والشمال جبال، سلسله جبال، ومن الغرب نهر النيل، ومنطقه لحفاظ بقى الكل. اخي تاتون يعني اخي ناتون. طبعا الحديث علمنا الحديث ده يعني حديث شيق جدا. افق امون بس اتون عشان اتون انا قلت اتون. طيب عموما احنا بنشكركم جدا، ميرسي على وجودكم معانا. بس قبل ما نختم لقائنا يا ريت تسمعونا حاجه اخيره. هنعمل حاجه صعيدي من غير جيتار. تمام، ونستدعي نحتاج الربابة في دماغنا. يلا 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 بينا. يا ريت. لو طلعوني الجبل لطلع على راسي، لو جرشوني الحصى لجرش على دراسي، على دروسي. ليه يا حبايب تبيعوني رخيص وانا الغالي؟ الحب جبار، نار الحطب تطفي، ونار الحب منه اصل الربابة خشب ما تغرقش. يعني انا لو مت انا في حبك الربابة ما تغرقش. فاكرة الزمن حافظة اغاني الوطن وفي حضني ما تخافش. لو طلعوني الجبل لطلع على راسي، لو جرشوني الحصى لجرش على دراسي. لو طلعني الجبل يطلع على راسي، لو جرشوني الحصى يجرش على دروسي. حجرك اليمين مالي قبايل تعدل النميل. يما 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 خديني على حجرك الشمال مالي قبايل تعدل اللي ما لو طلعوني الجبل لاطلع على شوفني الحصى يجرش على دروسي. برافو.